بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله سنبدأ بتصحيح سلسلة رقم 1 في الوحدة الثانية في الفيزياء السنة الثانية بكالوريا لي ترانسفورماسيون نيكليير، الدرس الثاني اللي هو لنويو لاماس اي لينيرجي. إذا نبدأ على بركة الله بقراءة تمرين رقم 1. L'air contient du radium 222 en quantité plus ou moins importante. Ce gaz radioactif naturel est issu des roches contenant de l'uranium et du radium. Les roches se forment par désintégration du radium. Lui-même est issu de la famille radioactive d'uranium 238. Selon l'équation de la réaction nucléaire suivante. Ici, nous avons l'équation de la désintégration de Ra, de le radium. Radium 226, 88, qui nous donne Rn 222, 86. Plus particule de l'hélium, He 4, Première question, quel est le type de radioactivité correspondant à cette réaction de désintégration? Justifiez votre réponse. Et dans le deuxième, le type de radioactivité correspondant à cette réaction est alpha. Pourquoi? La justification. Donc, car la désintégration du radio s'accompagne de l'émission d'un noyau de hélium qui est également appelé particule alpha. Donc, d'aïman, comme je fais dans la vidéo précédente, on a une petite quantité de l'hélium. C'est ce qui veut dire que l'inbiat est la seconde inbiat, c'est la seconde alpha. Donc, on écrit ici. Donc, le type radioactif correspondant à cette réaction est alpha, car la désintégration. Car la désintégration du radium s'accompagne de l'émission d'un noyau de هيليوم. ونوي دو هيليوم عندو الرمز ديالو هو HE 4 2. également appelé particule alpha. إذن هنايا إلا طلبوا منكم شنو هو لو تيب ديال راديو اكتيفيتي في حالة عندنا الفا، تنقولوا علاش؟ لأن لا ديزانتيغراسيون دو راديو ساكومبا دو ليميسيون دان نوايو دو هيليوم اش او 4 2 اي ايكالمون ابولي البارتيكول ديال الفا. إذن هذا هو السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني، كيستيون دو ديفو دو ماس. جوج واحد دوني ليكسبرسيون ليترال du diffus de masse delta m de noyau de symbole x à z et de masse mx. إذن هنا نطلب هو نعطيو العلاقة العامة ديال النقص الكتلي اللي هو لو ديفو دو ماس دلتا ام. إذن كما شفتو في الدرس ديالكم أن دلتا ام هو الرمز ديال لو ديفو دو ماس كيساوي زد لو نومبر دو بروتون فوا la masse des protons plus le nombre de neutrons, ou bien qu'on dit A moins Z fois la masse des neutrons moins la masse des le noyau X A Z. Et on a dit à la gamme des le défaut de masse بالنسبة delta M تلقاها دائما بالوحدة U اللي كنسميوها لينوتي دو ماس اتوميك. اذا غنمشيو لسؤال رقم 2.
calculer le défaut de masse de noyau du radian Ra s'exprimer en unité de masse atomique. Et dans notre cas, nous avons regardé le défaut de masse de Ra, les ando Ra عنده A ديالو كيساوي 226 وعنده Z ديالو كيساوي 88. المطلوب نحسبو ليه دلتا M. إذا غنبداو من هذا التعبير هذا. إذا قلنا دلتا M ديال Ra إيكال Z فوا لا ماس ديال البروتون بلوس A موان Z فوا لا ماس ديال النوترون موان لا ماس ديال Ra 226 88. إذن هذا هو التعبير ديالو. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك إيكال. إذا كما كتلاحظوا راه عندنا هنايا في الأسفل ديال الجدول عندنا الكتل، عندنا الكتلة ديال الغاديوم، عندنا الكتلة ديال الغاديوم، وعندنا ديال الغادون، وعندنا ديال الهيليوم، وعندنا ديال النوترون، وعندنا ديال البروتون اون فونكسيون ديال لينيتي دو ماس اتوميك. اذا غنديرو لابليكاسيون نيميريك. دلتا ام كتساوي زد، ها هو اللي عندنا هنايا هو 88. غادي نضربوها في لاماس ديال البروتون اللي عندنا في الجدول هي 1.007 بلس هنايا عندنا ها هو 226 موان 88 فوا لاماس ديال لو نوترون اللي عندكم في الجدول هو 1.009 موان كتبها هنايا لاماس ديال ار ا هي 225.977. اذا هذا هو لابليكاسيون نيميريك. دونك غادي تستعملوا كالكول وردوا البال مزيان هنايا لان عندكم الارقام بزاف. اذا غادي نديروا كالكول وغادي تلقاو 1.881 يو ا. هذه هي الوحده اللي غادي القيمه اللي غادي تلقاو ديال لو دوف دو ماس، غادي تلقاوها بدلاله يو ا. دونك هذا هو الدلتا ام لو دوف دو ماس ديال ار ا. اذا اون باس question 3. Écrire la relation équivalence masse énergie. Et نطلب هنايا هو غادي نكتبو la relation équivalence ديال ديال l'énergie مع la masse. إذا كما كتعرفوا في الدرس ديالكم أن l'énergie كنرمزو ليها ب E كتساوي la masse ضربة في سي او كاري. سي او كاري هي لاسيليريتي ديال لا لوميور دون لو فيد. اذا هذا هو التعبير ديال لينيرجي. بالنسبه غنسميو هاد لي كروندو عندنا او كنسميوها لينيرجي دو ماس. تتكون اون جول، تتكون بالجول. عندكم هادي ام هي لا ماس، تتكون بالكيلوغرام اون كيلوغرام. وعندكم سي هي لا سيليريتي، تتكون بلا ماس على عفوا تتكون بالمتر على سكوند. بالنسبه للسي تتكون ثابته، هي 3 ضربه 10^8 متر على السكوند. يعني هذه هي السرعه ديال الضوء في الفراغ. اذا هذه هي لا غولاسيون ايكيفالونس دو ماس انرجي. اذا ننتقل الى السؤال الموالي. كيون 4 لو ديف دو ماس دلتا ام ار ان دو نوايو دو غادون فو 3.04 فوا 10 على بليسونس موان 27 كيلوغرام. Première question, 4A, définir l'énergie de liaison EL d'un noyau et calculer en jeu l'énergie de liaison EL d'LRN du noyau d'uranium. Et dans ce sujet,
هو تعريف ديال لينيرجي دو ليزون. يعني غنعطيو التعريف ديالو. لينيرجي دو ليزون اي لينيرجي لينيرجي كي الفو انرجي كي الفو فورنير ا ان نويو pris au repos pour le séparer ces différents nucléons. Donc, il y a l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pris au repos pour le séparer. Pour le séparer ces différents nucléons. Et donc, هذا هو التعريف ديال ديال الانرجي دو ليزون اللي هي بالعربية طاقة الربط EL اللي هي الطاقة التي يجب إعطاؤها للنواة في حالة سكون لفصل نواياتها. إذا ننتقل للسؤال الموالي هو كالكولي لا فالور ديال EL. إذا كما كنعرفوا بأن التعبير ديال EL هو دلتا ام لو دوفو دو ماس فوا سي او كاري. هنا بغينا نحسبوها اون جول، اذا خصنا نحسبوها هنايا بالجول التربه للوحدات. اذا كما كتلاحظوا في المعطيات عطاو لينا لو دوفو دو ماس ديال ار ان كيساوي 3.04 في 10 اس ناقص 27. الو غادي نديرو دلتا ام 3.04 فوا 10 على بليسونس موان 27. بالنسبه للسي او كاري، اذا هنا بما ان بغيناها بالجول دونك ضروري نعوضوا السي او كاري بالتعبير ديالو ولا بالقيمه ديالو اللي هي 3 في 10 اس 8 متر بار سكوند، وغنديروا ليه اس 2. دونك غادي تستعملوا كالكول وغادي تلقاو 2.736 × 10 على بليسونس موان 10 جول. دونك هي هادي لينيرجي دو ليزيون ال اون جول. Et on passe à la question suivante. Vérifier que cette énergie de liaison veut 1,71 fois 10 à la puissance 3 mégaélectrovolts. Et dans le matelot, on va trouver que cette énergie est le mégaélectrovolt. On va trouver le joule pour le mégaélectrovolt. On va trouver que c'est 1,71 fois 10 à la puissance 3. إذا كما كتلاحظوا هنايا في المعطيات عطاوكم كل واحد ميجا إلكتروفولت كيساوي 1.6 أو 1.60 في 10 أس ناقص 13 جول. إذا هنايا فقط غادي نحولو، إذا غنكتبو هنايا أون ميجا إلكتروفولت إيكال 1.60 فوا 10 على بليسونس موان 13 جول. دونك غادي نحولو غنديرو EL كيساوي جوج فاصلة 736 في 10 أس ناقص 10، غنديفيزيوها على 1.60 في 10 أس ناقص 13. يعني هي هادي كنديفيزيوها على حيت عندنا كل جول غادي يساوي 1 مقسومة على 1.60 في 10 أس ناقص 13. دونك غادي تلقاو ملي غتستعملو كالكول 1.71 × 10 à la puissance 3 méga électrovolt. Donc, il y a le prime de l'EL, de l'RN. Qu'est-ce que c'est? 1.71 × 10 à la puissance 13 méga électrovolt. Il y a le prime de l'EL. Et donc, on passe à la question 4.3. On déduit l'énergie de liaison par nucléon EL à la A du noyau de radon. Exprimer ce résultat en mégaélectrovolts par nucléon. Et donc, comme on sait que l'énergie de liaison par nucléon, quand on a E majuscule, qui est EL à la A. Et donc, on va calculer la valeur de A. On sait que EL هي 1.71
71 fois 10 à la puissance 3. بالنسبة لـ A راه عندنا في النوايو هي هو 222 كيساوي ملي غديرو كالكول غيتلقاو 7,727. دائما كناخدو في هذا الدرس ربعة الأرقام على الأقل ولا ثلاثة الأرقام ميجا إلكترو فولت على نوكليون. دونك هذه هي القيمة ديال لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون. إذا غادي ننتقلو كيستيون 4 بيلون إنرجيتيك 5-1 إتابليي ليتيرالمون لا فاريسيون دينيرجي دلتا أو دو لا رياكسيون أون فونكسيون ديال MRA MRN و M ديال الهيليوم لا ماس ريسبكتيفمون دي نوايو دو راديون اي دو رادون اي دو هيليوم. إذن هنايا غادي نعطيو التعبير ديال دلتا او. إذن كما كتعرفوا بان دلتا او كنديرو لا ماس ديال لي برودوي موان لا ماس ديال لي رياكتيف فوا سي او كار. إذن هكا كنكتبو التعبير ديال دلتا او. إذن غادي نعوضو نديرو دلتا او. شنو هما لي برودوي اللي عندنا؟ عندنا ار ان وعندنا الهيليوم. إذن غنديرو لا ماس ديال ار ان زائد لا ماس ديال الهيليوم ناقص بالنسبه لي رياكتيف عندنا ار ا غنديرو موان لا ماس ديال ار ا ملتيبلي فوا سي او كاري. إذن هذا هو التعبير المطلوب. السؤال اللي تبعه هو دلتا او غنعطيو القيمه ديالو بالجول. اذا غنديرو هنايا لدينا دلتا او كيساوي بالنسبه الى بشتو في الجدول اللي عندكم في الاسفل ديال التمرين عندنا المعطيات. عندنا لا ماس ديال ار ان 221.970 زائد 4.001 ناقص 225.977. هادشي هذا غادي نضربوه بما ان عندنا هنايا السي او كاري غندير هنا السي او كاري وعندنا هادشي هذا كاين عندنا بي دونك غادي نملتيبليو في 931.5. هذا الوحده ديالو هي الميجا الكترا فولت على السي او كاري. باش كنسيمبليفيو بهاد السي او كاري دونك كتبقى لينا غادي نحسبو هادشي هذا غادي تلقاو ناقص 5.589 ميجا الكترو فولت. يعني هنا يطلبوا منا بالجول دونك حنا خصنا نحولوا هاد الميجا الكترو فولت للجول. دونك كيساوي عندنا كل واحد ميجا الكترو فولت كيساوي 1.6 في 10 اس ناقص 13. الو غادي نديرو ناقص 5.589 غنمتيبليو فوا 1.60 فوا 10 على بليسونس موان 13. دونك غادي ديرو كالكول غادي تلقاو بان الدلتا او كيساوي ناقص 8.9424 فوا 10 على بليسونس 13 جول. دونك هادي هي القيمة اللي غادي تلقاوها. غتلقاو لا فالور ديال لينيرجي نيجاتيف كتلقاو هنايا إشارة سالبة كار إل كوريسبوند دو لينيرجي كي سيدي او ميليو اكستيريو. داكشي علاش عندنا هاد اشاره سالبه. اذا هكا سالينا التمرين رقم 1. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وغنصحو ديكزيرسيس دو. والسلام عليكم ورحمه الله.